لم أكن أعلم أني أحب بيروت إلى هذا الحد. لماذا هذا المستشفى؟ وما الذي تفعله مصر في لبنان وقد لا يكون ظاهراً لنا؟ مستشفى جاية تقدم الخدمة الطبية والعلاجية لأهل لبنان. تعملي إيه هنا؟ أنا هنا رئيس التمريض المسؤولة عن التمريض كلهم. ليه بتفضلي المستشفى المصري؟ أنا صراحة كتير شاطين. معالي الوزير، كيف تنظر إلى الوضع الصحي العام؟ للآن ما فيها الحلول. المستشفيات اللبنانية نار. صار لي 7 سنين بلبنان ما تعرض إلا عندهم من دون مصاري. طقلة جاية للناس الموجودة هنا في البلد. لا، الواحد مبسوط إن هو بيخدم الناس دي بصراحة يعني. طلبنا افتتاح فرع تاني مستشفى عسكري مصري بطرابلس. فمصر حين تمارس أدوارها الطبيعية لا تفعل بصخب. أمو الدنيا مقطع. المستشفى العسكري الميداني المصري مع أحمد الديريني في عن قرب اليوم 4 عصرا على قناة مصر الأولى.